كل ألحان الكمانجة حزينة إلا تلك التي يخرج من أوتارها لحن الأبطال في القارة العجوز التي تبتهج في سهرتها الكبيرة والواعدة متاهبة لمعرفة عريسها. الدرع الفضية بأذنيها المعتدلتين معدن لن يعكس إلا لونا واحدا، لون البطل. في مواجهة الموسم تفاصيل كثيرة بين عراب مسابقة ريال مدريد الإسباني وتتويجاته 13 وكبير إنجلترا ثالث أكثر المتوجين أوروبيا ليفربول الساعي للتاج القاري السابع. أنا أتعامل مع النهائي بشكل طبيعي، الوصول في حد ذاته بمثابة نجاح كبير. نحن نعلم مطالب هذا النادي وتاريخه، نعتقد أننا قضينا موسما جيدا للغاية ونحن قريبون من تحقيق شيء فريد. هذا الفريق يعرف جيدا كيف يتعامل مع ضغط المباريات. عاصمة الجن والملائكة باريس محتضنة العرس الكبير الذي سيروي سطرا جديدا في حكاية الأبطال التي شاءت الصدف أن تجمع الثنائي الإسباني الإنجليزي بذكريات ماضية زفتها العاصمة الأوكرانية كييف عام 2018 سعيدة على البيت الملكي حزينة على الريدز. لم ننسى ما حدث، إنه مجرد مسار نخوضه. غدا سأعرض فيلم هذه المباراة، هذا تحفيز ودافع كاف. قد لا يعني الأمر شيئا، لدينا الكثير من الأشياء لنقدمها أمام ريال مدريد. كل ما لدينا يمكن أن يكون هذا سببا للتتويج، لكنه ليس السبب بكل بساطة. ليلة كبيرة كبر الناديين، اللونين، المدربين وحتى اللاعبين، كل طرف يبحث عن عناق الدرع وترك بصمته عليه وسط ألحان الجماهير التي لن تفوت الفرصة. فهل سيكون لحن ليفربول لن تسير وحدك هو المهيمن أم لحن التاريخ لريال مدريد؟ وبين هذا وذاك سهرة ستضيء أوروبا والعالم بسحر المستديرة بين أقدام نجوم الفريقين ودهاء المدربين، ضوء سيبقى في الأخير ساطعا على مدينة واحدة، ليفربول أو مدريد.